الآن بخصوص الضريبة الجديدة المتعلقة باليوتيوب، دابا الآن المفروض أن كل نشاط كيفما كان النوع ديالو إلا فيه مدخول خص تكون واحد المساهمة. هذه الإجراءات هذه الآن بدأ يعني التفكير فيها بشكل جدي، ربما أنه غادي نلقاو الصيغ الملائمة باش ربما في ندوات صحفية إن شاء الله مقبلة نقدموا معطيات أدق حول هذا الموضوع، شكون هما الفئات المستهدفة، بالإضافة لكيف سوف يتم تنظيم هذه العملية. مؤسسة الزيتون، هذه مؤسسة في ملكية مؤسسة محمد السادس. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.